كمان الحكمة مش في الكلام بس، ده الحكمة كمان في التصرف، ازاي تتصرف. في مثل يا احباء، مادام بقى بتحبوا الامثال، بس تهالي المثل ده ما وصلش عندكم، يقول كده: من فات جوابه الموت اولابه. فاهمينه؟ طبعا لا، عربي ده. من فات جوابه، يعني اللي فات انه ما يتكلمش، الجواب يجاوب، الموت اولابه، يروح يموت احسن، يعني زي قلته. لازم تبقى عندك الكلمة، والكلمة الحكيمة، وفي مكانها وفي وقتها وفي شكلها وفي ألفاظها. التصرف بقى، في يوم جمل سليمان الحكيم أمتين، أم وأم، امرأتين، وبيتنازعوا طفل، واحدة تقول ده ابني والتانية تقول ده ابني، هتتصرف ازاي؟ ما كانش في تحليل للدي ان ايه بتاع زمان بتاع النهارده. فقال خلاص يا سياف تعالى اقسم الطفل اتنين، كل ام تاخد نص وتروح. مين صوتت واعترضت؟ الام الحقيقيه، خايفه على ابنها. وكانت النتيجه انه اكتشف من هي الام الحقيقيه. حكم التصرف. تحكي قصص الباباوات في أيام الخديوي، إن الخديوي عمل احتفال، وبعد الاحتفال هو قاعد على الدكة العالية دهيت، اللي هي يعني بيسموها زي كنبة عثماني كده، عالية شوية، قاعد مربع، وجنبيه سر الذهب، سرر ذهب، هدية يعني. فبعد ما خلص الحفلة وكان البابا موجود، فكل واحد من الضيوف يجي يسلم على الأب البطريرك، فيجي يسلم على الخديوي، يقوم الخديوي يمد إيده ويديله سر الذهب هدية، هدية المناسبة يعني. يقوم الضيف يوطي ويبوس إيد الخديوي. جه الدور على البابا، هل هيوطي يبوس إيد البابا، أي إيد الخديوي؟ طبعا لا. هل هيبوس يقبل يد الخديوي؟ مشكلة. وإن ما قبلهاش مشكلة تانية. طب يعمل إيه؟ حكم التصرف بقى الجميل. البابا بيديله سرة الذهب، فراح الأب البطريرك قبله في صدره. فطبعا الكل قاعد مستني البابا هيتصرف إزاي، فقبله في صدره. فالخديوي نفسه انزعج، قال له ده ايه ده؟ قال له اصله مكتوب قلب الملك في يد الله، فانا اقبل يد الله. فالملك اعجب قوي بالكلام الحلو ده وبالتصرف، راح اعطى له سره تانية. يا الحكمه مجلبه للخيرات.